الارقام في البي ال سي زي ما اتفقنا ارقام بتكون ارقام صحيحه اللي هي انتجر، او ارقام بعلامه العشريه اللي هي ريال. ارقام انتجر او ارقام ريال. الارقام اللي انتجر جوه البي ال سي مقسومه لنوعين، الريال كده كده هنتكلم عنها لما نيجي ناخد الايكويشن بالتفصيل، فخلينا نهتم اكتر بالانتجر دلوقتي، ده اللي هنشتغل بيه كتير. الانتجر في انتجر سايند يعني باشاره، وانتجر ان سايند يعني بدون اشاره. انتجر يعني رقم صحيح. يعني لما نيجي عند الكاونتر، الكاونتر بيعد ارقام صحيحه ولا كسر؟ ها رقم صحيح يعني انتجر. ما دام انتجر يبقى ممكن تكون الارقام اللي الكاونتر بيعدها يا اما ارقام باشاره يا اما ارقام من غير اشاره. مثلا لو جينا عند كاونتر بيعد اب يبقى اكيد كله ايه؟ 1 2 3 بدون اشاره. لكن كاونتر بيعد اب داون ممكن يقول 1 2 3 او ناقص 1 ناقص سالب 2 سالب 3 يعني شغال ايه؟ سايند. تمام؟ عشان كده الارقام الانتجر جوه البي ال سي السايند بالاخص متقسمه كمان لنوعين، نوع اسمه بوزيتيف ونوع اسمه سايند نيجاتيف. سايند بوزيتيف وسايند نيجاتيف. حاجه ثانيه مهمه جدا في الانتجر السايز. يعني ايه السايز؟ احنا عارفين ان الميموري عباره عن بيت وبايت وورد ودبل وورد. البيت مش مهم، البيت مهم جدا، بس لما نيجي نتكلم عن ارقام انتجر صحيحه ما ينفعش البيت. هتقولي لا ما البيت بيشيل واحد والواحد رقم صحيح. بس الانتجر لازم ان يوضح لك اذا كان هو شغال سايند ولا انسايند. هو اوريدي عشان بس يفهمك كلمه سايند ولا انسايند محتاج بيت عشان يحط عليها المعلومه دي اللي هي البيت بتاعت الاشاره. اوكي؟ فاوريدي لو انا عندي الميموري كلها بيت هحط عليها اشاره ولا هحط عليها قيمه؟ عشان كده قال لك البيت لا. اوكي؟ البيت اخره مع الانبوت والاوتبوت والميركر وحاجه هنعرفها اسمها الفاريبل واللوكال. فاقدر ابدا من اول البايت الوورد والدبل وورد. طبعا بما ان البايت والوورد والدبل وورد اكتر من بيت، فحتى لو في بيت ضاعت للاشاره كده كده هنعرف نستفاد بالباقي. يعني صحيح القيمه هتقل لان السايز قل شويه، بس في الاخر ليه معنى غير لما اجي اخد بيت واخزن عليه. خزنت الاشاره ما بقاش في مكان للقيمه، خزنت القيمه ما عرفتش اخزن الاشاره. اوكي؟ عشان كده ممكن واحنا شغالين نيجي عند بلوك معين هناخده قدام شويه، يقول لك البلوك دوت انتجر بايت سايند او انتجر بايت ان سايند، انتجر وورد سايند او انتجر وورد ان سايند، انتجر دبل وورد سايند او انتجر دبل وورد ان سايند. اوكي؟ انا هفهمك الفرق ما بين كل ده ايه؟ عشان لما نيجي نشتغل على الكاونتر بدل ما اقول لك ان الكاونتر اخره زائد 2 يعني اقصى رقم بالموجب ممكن يعده زائد 32767 او اقصى رقم يعده اصغر رقم ممكن يعده بالنيجاتيف ناقص 32768 يكفي ان انا اقول لك الكلمه دي انتجر وورد سايند، وساعتها انت تبقى عارف ان ده الماكسيمم وده المينيمم بتاعه. اوكي؟ وهنعرف ازاي نعرف يعني جه منين الرقم ده. اوكي؟ الريال كده كده هنتكلم عنه بعدين فما فيش داعي نشرحه دلوقتي. مثلا تعالى ناخد اصغر ميموري واشرح عليها والمبدا واحد، يعني اللي انا هقوله على الانتجر بايت سايند والانتجر بايت ان سايند يمشي على الورد والدبل وورد. اوكي؟ يمكن الحسنه الوحيده اللي في الورد مقارنه بالبايت ان بس حجمه اكبر فهشيل رقم اكبر. مثلا تعالى ناخد النوع الاولاني انتجر بايت سايند. لازم نحدد سايند نوعه ايه؟ بوزيتيف. مثلا الاول بوزيتيف ادي البايت، البايت 8 بيت. في نقطة البي ال سي عشان يقول بوزيتيف ويقول نيجاتيف ما يقدرش يكتب العلامة دي ولا العلامة دي، لأن البي ال سي اتفقنا إن هو آخره يفهم إيه؟ أرقام، صح؟ اللي هي 0 والواحد، صح؟ حتى أي حرف بيروح يترجمه جوه جدول أسكي لوحايد وصفار. عشان كده البوزيتيف والنيجاتيف برضه جوه البي ال سي بيرمز لهم ب 0 1. البوزيتيف بالنسبة له بيسميه 0 والنيجاتيف بيسميه 1. في مشكلة. هفرق منين ان دوت زيرو مقصود بيه بوزيتيف ولا زيرو اللي هو صفر؟ وفرق منين ان الوان دي الوان اللي هي النيجاتيف ولا الوان اللي هي الواحد اللي انا عارفها؟ قال لك عشان ما يبقاش في لخبطه، دايما لما يكون قصدي على الاشاره اللي هي البوزيتيف بزيرو او النيجاتيف ب1 هكتبها دايما فين؟ في الاخر.
يبقى اللي هتشوفه في الاخر ده مش رقم، ده اشاره. لكن اي واحد او زيرو هتشوفه بعد كده ده مش اشاره، ده رقم. تمام؟ مثلا بما انه انتجر بايت سايند بوزيتيف، يبقى في الاخر هيكون مكتوب ايه؟ زيرو. بالظبط، ادي زيرو زيرو. مثلا بقى الرقم اللي يجي بعد كده يطلع اصفار، يطلع وحايد، يطلع من ده على ده، مش دي المشكله. بس خلاص انا متاكد ان الناتج اللي هيطلع هنا زائد كذا، اوكي، واللي هنا زائد كذا، والباقي قيم. مثلا لو انا اصغر قيمه ممكن اكتبها مثلا المينيمم قد ايه؟ لو رميت في كله ايه؟ اصفار. لو رميت في كله اصفار هتطلع القيمه كام؟ زائد زيرو، مش زيرو، زائد زيرو، لان هتفرق كلمه زيرو من زائد زيرو جوه البي ال سي، اوكي؟ لو انا رميت في كله وحايد كانك بتحول من باينري للديسيمال، الاولاني في 2 اس 0، الثاني في 2 اس 1 لغايه 2 اس 6 هيطلع 127 زائد 127. يبقى لو انا الهدف من الدرس ده مش ان انا اقعد احول، يعني عمري ما هاجي اقول لك في الامتحان حول لي البايت، بس لازم تبقى عارف ان لو انت اشتغلت مع بلوك، البلوك دوت من ضمن مواصفاته ان هو انتجر بايت سايند بوزيتيف، ما ينفعش تقول له عد 128 هيديك ايرور. لو قلت له عد، لان هو ما عندوش الامكانيه دي، هو اخر لما بيعد بعد 127. ولو جينا فتحنا اي بلوك في البرنامج حتى لو ما درسناهوش لغايه دلوقتي، هنفتحه هنقرا مواصفاته، اديله رقم يكسيد يعدي الرينج بتاع الميموري، هيعمل لك بالاحمر على طول، هيقول لك ما ينفعش، مش هوافق عليه، لان هو لما يجي يشتغل مش هينفع يكذب عليك، مش هيعده، هيعده ازاي؟ اذا كان الميموري اخرها رقم ثاني، اوكي؟ عشان كده اقل ينفع، اكتر لا، بتوين الرينج يعني ما بين، اوكي؟ دوت لو جيت عند حاجه شغاله بالبوزيتيف واديت رقم بالماينس هيعملوا لي بلون احمر، هيرفضه ويقول لك ان في مشكله في الـ في الـ في الـ هيسميها تقريبا ميموري رينج، مش فاكر نوع الايرور اسمه ايه، اوكي؟ بس هيقول لك الايرور بخصوص الرقم اللي مكتوب غلط يعني. عايز اكتب رقم ما بين الاثنين، خلاص احنا عارفين ازاي نحول من باينري للديسيمال، يعني عايز اكتب رقم زائد 50 زائد واشوف ما يعادل ال 50 بالواحد بيتكتب ازاي. تمام؟ في مشكله في ان انا اكتب حاجه بوزيتيف؟ لو عايز اكتب حاجه نيجاتيف جوه البي ال سي، في بس ملحوظه، لو غيرنا من بايت لورد الاختلاف الوحيد هيكون ايه؟ ان هيفضل برده على الشمال في زيرو، بس الامكانيه الصاد او الوحيد كبرت. يعني الكاونتر السبب اللي بيخليه بيعد 32767 ان هو شغال على انتجر وورد مش بايت سايند، فالاخير محجوز بزيرو، والباقيين كلهم لو رميت فيهم وحيد هيديك 32767، اوكي؟ فده سبب ان الكاونتر بيعد الرقم دوت. عشان كده لو عملت العجب مش هينفع يعد اكتر من كده غير لما غير الاول الايه؟ السايز بتاع الميموري. يعني لو عملت ايه؟ الفكره في السايز، فمش فكره بقى برنامج او واحد شاطر يعرف يعدل فيه. لو على البايت قصدك يبقى 127. 127 على الوورد 32000، على الدبل وورد حاجه يعني 41 مليار وارقام ثانيه مش فاكرها. تمام؟ لو نيجاتيف ماينس مثلا، طبعا هنا مكتوب ايه؟ خليها حتى بلون تاني عشان تبقى مميزه. واحد. متاكد ان الرقم اللي هيطلع هنا هيكون رقم ايه؟ ماينس. ماينس كذا بقى، نشوف ماينس كام. في بس نقطه، في حاله البوزيتيف كان اللي بيتكتب في الاخر زيرو. زيرو كده كده ملهاش قيمه، صح؟ لان زيرو في 2 اس 7 بزيرو. المرات الواحد ده بيدل على اشاره، بس برضه نكتب من الوقت الواحد في 2 اس 7 بنعمل، صح؟ عشان كده الماينس دي حاجه مختلفه، ايه هي؟ صحيح ده بيدل على ان هو ماينس، بس ماينس واحد مضروب في 2 اس كام؟ 7، اللي هي كلمه البيت. طيب يعني ماينس واحد وماينس 2 اس 7 يطلع ماينس 228 ضد صفار خالص ما بقاش يجي. يعني لو انا بيت الميموري فاضيه، لو الميموري فاضيه مكتوب هنا واحد معناها ماينس 128 ماينس 128 ودول كلهم صفار. لو كلهم محايد معناها ماينس 128 ودول كانهم لسه كام لسه مختلفين 127 معناها ماينس كام؟ واحد. تعالوا بقى الطريقه الثانيه، لو انت عندك ميموري او عندك رقم بالماينس، اكبر رقم ماينس لو في العالم كامل خلاص واحد، لان اللي بعديه شال ماينس، اللي بعديه يبقى زيرو، صح؟ اكبر رقم ماينس هو ماينس واحد، ماينس اثنين اصغر من ماينس واحد، ماينس ثلاثه اصغر من ماينس اثنين وماينس واحد، صح؟ رقم بيزيد وماينس، فدوت كماكسيمم قيمه تتكتب على الماينس هي ماينس واحد، اقصى قيمه تتكتب على الورد هي ماينس واحد، اقصى قيمه تتكتب على اي سايز اي
كل ما الوورد تكبر كل ما الداتا كده بتكون اصغر. يعني المينيمم هي مثلا 22 باقي الاصفار معناها داتا خلاص 22 الوورد واحد وبعد كده عندك 15 زيرو هتطلع كل ما ناقص 32720 طيب الدبل وورد عندك واحد وواحد 30 صفر هتطلع كل ما حاجه 40 جنيه بالمايس طيب اه تمام كمان كلهم محايد وكلهم هيتحدى بالأطوال هيتحدى بالأطوال
طب لما هتقعد كل لغه تعبانه بالظبط. يعني لما نيجي نتعامل مثلا مع الكومبي اللي هو المقارنات، الكومبي في البي ال سي في نوع منه اسمه كومبي يعني بايت اند ساين، فعلا بنتعامل معاه. ما ينفعش اقول له لو فلان عدى اكتر، يعني اخر اقول كده، لو فلان عدى 255 من كذا، او لو فلان عدى اكتر من 255 من كذا، لكن اقول له لو فلان عدى 256 هيقعد على طول. اساسا كده نوع غريب، والبايت اند ساين، والبايت اند ساين ما ينفعش يعني يتكلموا عن اكتر من 255. طيب اقصى حاجه ممكن تكون في الكلام هي 255. طيب عشان لما نيجي نشرح اي لغه بعد كده مش هنجيب الارقام، انا هقول